المرأة في المجتمع دورها رئيسي ومحوري. ننطلق قبل تكون مرأة عاملة فهي أم، فإذا من يغرس القيم في الأجيال هي الأم، هي اللي تغرس مبادئ العطاء، هي اللي تغرس حب التضحية، هي اللي تغرس حب الوطن، حب العمل. هاي أساسيات في التربية أساسها الأم وهي المرأة. إذا أي اليوم لمجتمعنا واللي هو مجتمع دولة الإمارات وأعطى المرأة اليوم، المرأة مديرة وقائد، وزيرة، دبلوماسية، مهندسة، طبيبة، إذا في كل مركز من هالمراكز هي مسؤولة لأن تكون القدوة وتزرع قيم وتعكس شخصية المرأة اللي تطمح إليها حكومة دولة الإمارات.